شكون سميت هذا الوطيل اخي يوسف؟ اوطيل سوس. جيت سوس. هنا دابا خارجين من اوطيل جيت سوس اللي جا في النواحي ديال ولاد تيمه اللي كيبعد على مدينه اكادير. 37 وقيله كيبعد على مدينه اكادير بحوالي 35 كيلومتر وكيبعد على ولاد تيمه بحوالي 6 كيلومترات. حنا دابا خارجين من هذا الاوطيل. هذا هو اوطيل عائلي، اوطيل شعبي معروف عند الناس، معروف حتى عند الناس اللي كيجيو من الخارج كيجيو لهنايا. بحال دابا هنا لقينا واحد الوفد فرنسي وفي نفس الوقت كاين واحد القاعة ديال الحفلات وكاين حتى واحد الوفد اللي هو افريقي. هذه الطريق ديالو هما مخلينا هادشي هكا اكسبري، لان داكشي شعبي، داكشي رائع، داكشي بلدي. اللي بغى يرتاح صراحة، اللي بغى يرتاح يجي لهذا الفندق. هذا ثمن مناسب، فيه داكشي تبارك الله رائع، داكشي القديم، داكشي البلدي القديم. ودابا حنا شادين طريق ولاد تيمه ان شاء الله تعرفوا معنا على هذه المنطقه وعلى منطقه ولاد تيمه. اذا خليكم معنا في هذا الطريق هذا. ومعنا السي يوسف، السي يوسف الاكحل ود منطقه سيدي سليمان. ومعنا السي الرئيس. السي الرئيس المهدي الشاهل، رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد وفي نفس الوقت نائب رئيسة الجامعة الملكية المغربية لتنين السلام والفنون الدفاعية. تنين السلام والفنون الدفاعية. أجواء أجواء صحية هنا. هنا 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 في هذا الأوطيل هذا يمكن لك تدير أي حاجة. شوف والله إلا جبت لك شي الفطور حتى هو فطور صحي، كتحس براسك راك شي. دابا دابا الناس الاكثريه ولاو كيرجعوا لهاد الاجواء القديمه. خرج دابا داك الاوطيل مصنف السواق وهادي وهادي. هنا كاينه دوار البويره. باه كنا دزنا من الليل هنايا ولكن ما بغيناش نصوروا بالليل لان داكشي ما يبانش واضح. قلنا حتى نغدا ان شاء الله ونشاركوا الاخوه والاخوات في هذا الفيديو هذا. ولاد تيمه صراحه ما عمري سبق لي انني حطيتها في القناه عندي لاول مره. ما علم انني سبق لي جيت هذه المنطقه ولكن ما عمري صورتها. ان شاء الله احنا جينا هنا رفقة الوفود ديال الممثلة ديال الجهات وديال الأقاليم لحضور البطولة الوطنية إن شاء الله. أول بطولة وطنية اللي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لتنين السلام والفنون الدفاعية. أول بطولة رسمية ويحصل شرف، يحصل الشرف للمنطقة ديال ولاد تيمة أنها تنظم هذه البطولة عندهم هنا في المنطقة باسم الجامعة الملكية ولأول مرة. وان شاء الله ان ادوز هذه البطوله الوطنيه. من بعد ان شاء الله كاين واحد البطوله اللي هي دوليه اللي تكون بطوله، اول بطوله تكون في اسبانيا، ثاني بطوله ان شاء الله بالنسبه لهذا الموسم هذا. كاين بطوله اخرى اللي تكون ان شاء الله في ايطاليا اكتوبر ان شاء الله اسم الجامعه الملكيه. ومستقبلا ان شاء الله ثاني نبرمجوا في هذا اللقاء ديال البطوله نبرمجوا ان شاء الله الكاس العرش ان شاء الله في اسم الجامعه كذلك. نشوفوا ديك الساعه فين نظموه. وان شاء الله نتمنوا خير لهذه الجامعه وخير لهذه الجمعيات اللي كينتمو لهذه الجامعه ان شاء الله. اذا هذه طريق ولاد تيمه. ولاد تيمه اللي معروفه بهواره واللي معروفه كذلك هنا بالناس ديال المنطقه بال 44، كيقولوا لها 44. علاش 44؟ لان ما بين ولاد تيمه واكادير 44 كيلومتر، ما بين ولاد تيمه و تارودان 44 كيلومتر، هادشي علاش مسمينها 44.
هنا واد سوس. كنلقاو هنا في الدخله كذلك هاد المقالع ديال الرمال. الثاني لا في الدخله ديال الولاد الثاني، الدخله دابا في الدخله غنجلس في شي قهوه بما جيتي عندي. شي قهوه تكون مزيانه، بغينا نعرفوا شي قهوه مزيانه نجلسوا فيها. السميه ديالها لا شنو في المدينه، شي قهوه مزيانه. إذا نحن في ولاد سينا دابا بالضبط. ولاد سينا ما فيهاش البوليس. خويا راه مدينة صاحبي. بشاوية وكتقول لهم بشاوية شنو؟ وخا بشاوية، ماشي أي بشاوية كيكونوا فيها الأمن الوطني. الله يعني. لا ماشي اي بشاوي يكون فيها امن وطني. حتى كره بشاويه ما فيهاش امن وطني. دار القداري بشاويه ما فيهاش امن وطني. فهمتي الكثافه السكانيه دابا على حسب الكثافه السكانيه. شنو بالو ما قاليش انا شي بوليسي في ولاد تايما، ما عرفتش واش كاين فيها بوليس ولا ما فيهاش. تنظن يكونوا بوليس، تنظن مدينة كبيرة بزاف. إيه راه كبيرة خصو يكونوا بوليس. دابا حنا هنا في السونتر ديال ولاد تايما. سير خويا ما نبقى مور مورانا. هناك نلقاو الرومبوال الكبيرة. دابا عندك شي سياش تما الله يرحم بك. سياش كاينة بانت لي البارح. الله
ديما مونطاج حتى تجي ديال الشيء باش نعطيك انا بهاج ما انت دابا غاج ما عاد ايضا كاين البوليس. اذا المنطقه ديال ولاد تيمه فيها البوليس، فيها الامن الوطني، وضروري خص يكون فيها البوليس لان منطقه كبيره تبارك الله، منطقه كبيره خص يكون فيها البوليس.